غفلي بيوصل. هيك مجيء الرب. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. هاك الغفلة اللي فيها ممكن تكون غافي، يمكن تكون واعي. هيك الغفلة، هيك اللحظة، لحظة اللقاء. حلو بوعد الرب إلك إنه بيجي بساعة ما بتكون ناطرة، حتى يقلك شحون كل زمنك بالانتظار. ما يكون فيه ولا لحظة من زمنك خالية من الانتظار، لأنه الزمن بلا انتظار ناشف. الزمن بلا ترقب ناشف. الزمن بلا بكرة اللي فيه سر بدك تكتشفه وتختبره وتصير تعرفه ناشف. روعة الزمن انه بيخبي لك اسرار، وسر الزمن الاكبر هو الله اللي جاي على غفلة. غريب امره هالالله، بيقول لك بنفس الوقت انا معكم طول الايام الى منتهى الدهر، لن أترككم، وبنفس الوقت بيقول لك أنا جاي على غفلة، جاي كأني ما كنت معك بس بالواقع أنا معك. شو السر الكبير؟ سر اللي هو معك والجاي لعندك، سر الغايب اللي جاي، وسر الحاضر من البداية. شو السر العظيم؟ يا ريت كل اللي بيجي بغفلة مثل الله اللي جاي بمليك، بيعبيك، بيخليك تكون إنسان، إنسان مثل يسوع الإنسان، والله معك.